المقاومة الشعبية في عدن تستكمل سيطرتها على المدينة بعد طرد ما تبقى من المسلحين الحوثيين من قصر المعشيق في منطقة التواهي التي تمت السيطرة عليها بشكل كامل، وأول سفينة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تصل ميناء عدن منذ اندلاع النزاع فيها. قوات من الجيش العراقي مدعومة بقوات الحشد الشعبي تفرض سيطرتها مجددا على وسط مدينة باجي بمحافظة صلاح الدين، ومقتل عنصرين من الحشد وإصابة 12 آخرين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على الحي العصري غرب المدينة. حزب العمال الكردستاني يتبنى مقتل شرطيين تركيين في منزلهما بقضاء جيلان بنار التابع لولاية شانلي أورفا الحدودية جنوبي البلاد بعد اتهامهما بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية في تنفيذ هجوم سوروج. مقتل 18 سوريا في قصف نفذته طائرات النظام على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي استهدف الأحياء السكنية في قرية قصر البريج الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشاب الفلسطيني حمد علاونة الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يلتقي في جدة العاهل السعودي الملك سلمان في زيارة يسعى من خلالها إلى إقناع القيادة السعودية بجدوى الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية الكبرى.